احنا هنتكلم دلوقتي على الديفلوبمنت بتاع الفيس. فانا عندي ادي الامبريو اهو زي ما احنا شايفين. ايه اللي عندي ده؟ الامبريو هو سايد فيو، يعني ابص له من على الجنب. فادي الراس اهي، الهيد ده اهي. الهيد دي زي ما يكون واحد لابس طاقيه. الطاقيه اللي لابسها اللي هي الحته دي اسمها فرونتو نيزل بروسيس. يعني هنا اهي ده اهي، وادي الطاقيه دي اسمها فرونتو نيزل ايه بروسيس. وبعدين نبتدي بعد كده الفارينجيال ارشز. ادي الجزء ده فيرست فارينجيال ارش، وده السكند، وده السير، وده الفورس، وده الفيفس. واحنا نازلين يبقى ده الفارينجيال ايه ارشز. الحته اللي تحت الهيد دي الراس بتاع الامبريو ده، على فكره مكان ما هتطلع العين، ادي مكان العين اهو، ده بلجنج. الحته اللي بارزه دي اللي هي بيسموها هارت بلجنج، يعني دي اللي هيطلع مع كده ما يبقى موجود عند الهارت. يبقى ده سايد فيو للامبريو باين عليه هنا في الحته دي الفور هيد او فرونتو نيزل بروسيس. ده الفيرست فارينجال ارش، ده السكند فارينجال ارش، ده الثيرد فارينجال ارش، ده الفورث فارينجال اي ارش. وادي ده المنظر اللي من على الجنب. تعالى لي بقى هنا، خلي ركز في حاجه، انا عندي دي الفرونتو نيزل بروسيس وعندي الفيرست فارينجال ارش، هم دول اللي هيعملوا لي فيس. الفيرست فارينجال ارش هيتقسم اتنين، بروسيس اسمه ماكسيلاري بروسيس، ومن تحت هنا اللي هو ده الماكسيلاري بروسيس اللي هو البني، والمانديبولار بروسيس اللي هو ايه الاحمر. يبقى ده الفرونتو نيزل بروسيس، وده الفيرست فارينجال ارش، وده اللي هو اتقسم ماكسيلاري بروسيس، وهنا مانديبولار بروسيس. تعال ابص للجنين الامبريو من الوش بقى، ادي الوش اهو، ادي من الفيس من الفرونت. ده كنا ببص له من على الجنب، ده ببص له من الفرونت، حتى باين ده الفرونتو نيزل بروسيس اللي قلت لك الطاقيه دي، الطاقيه اللي لابسها. وده الهارت بلجنج، ادي الهارت بلجنج اللي هو الجزء الاسفل ده. تعال ده الفيرست فارينجال ارش، ادي ده وده الفيرست فارينجال ارش على ناحيه، وده الفيرست فارينجال ارش على الناحيه الثانيه. الفيرست فارينجال ارش اتقسم ماكسيلاري بروسيس وهنا ومانديبولار بروسيس. هنا برضو الفيرست فارينجال ارش اتقسم ماكسيلاري بروسيس وهنا مانديبولار ايه بروسيس. عايزك تخليك معايا بقى، الفيس بيتكون ازاي؟ اسهل حاجه في الدنيا. قال لك الفرونتو نيزل بروسيس اللي هو ده اللي هو الطاقيه، ونمرة اتنين الفيرست فارينجال ارش اللي اتقسمت ماكسيلار بروسيس وهنا مانديبولار بروسيس. وهنا ماكسيلار بروسيس اهو الناحيه الثانيه ماكسيلار بروسيس، وايه مانديبولار ايه بروسيس، ادي الماكسيلار بروسيس ايه والمانديبولار بروسيس ايه اللي تحت. الوقت الفرونتو فرونتو نيزل بروسيس هيديني ايه؟ اول حاجه هيديني الفور هيد، الحته دي فور هيد. ايه الفور هيد يا رجاله؟ اللي هي الجبهه اللي هي بتركع وتصلي عليها تثبتها في الارض، دي اللي اسمها اللي هو ايه الفور هيد. نيجي بعد كده انزل تحت تديني كمان النوز، الحته دي اللي اسمها النوز. يبقى الفرونتو نيزل بروسيس يديني الفور هيد يديني ايه النوز، ينزل تحت كمان هنا يديني الحته دي اللي اسمها الفولترم، الحته دي اللي بنسميها ايه الفولترم. كان زمان شارلي شابلن بتاع الممثل كان دايما الشنب بتاعه في الحته دي بس اللي هي حته الايه الفولترم. يبقى كل ده طالع من الفرونتو نيزل بروسيس. يبقى الفرونتو نيزل بروسيس هيديني الفور هيد ويديني النوز ويديني الفولترم، او ساعات نسمي الفولترم ده بري ماكسيلا، بنسميه ايه بري ماكسيلا. كويس، نيجي ده الجزء اللي طالع من الفرونتو نيزل ايه بروسيس. نيجي بقى الماكسيلاري بروسيس والمانديبولار بروسيس. الاقي الماكسيلاري بروسيس والمانديبولار بروسيس لاترالي هنا وهنا يتحدوا مع بعض في الحته دي، يبقى هنا الماكسيلاري والمانديبولار اتحدوا مع بعض. والله يا رجاله
لو اتحدوا بعيد مع بعض، بعيد يطلع الراجل بقه كبير، لو اتحدوا مع بعض قريب تطلع البنت بقها صغير. ايوه ده حسب الاتحاد. ده هنا ماكسيلري وادي هنا ايه المانديبولر. يبقى الماكسيلري مع المانديبولر الاثنين مع بعض يتحدوا مع بعض في اللاترال بارت، ومكان اتحادهم يعمل لي الانجل اوف ذا ماوس. نيجي الجزء الاعلى ده اللي هو اللي انا شايفه ده اللي هو بيسموه الابر ليب والابر جو. ايه الابر ليب والابر جو؟ يعمل مكون من ماكسيلر بروسيس الناحيه دي والماكسيلر بروسيس بتاع الناحيه دي، والنص اللي في النص طلع من الفرونت ونزل بروسيس الحته اللي انا قلت لك عليها اسمها ايه فولترام، او قلت لك عليها بري ماكسيلا. نيجي بعد كده المانديبولار بروسيس بتاع الناحيه دي والمانديبولار بروسيس بتاع الناحيه الثانيه، يعمل لي الاثنين مع بعض يتحدوا يعملوا لي اللور ليب واللور ايه جو. يبقى كده الفيس اتكون. الفيس اتكون فرونت ونزل بروسيس، ده النوز والفولترام ادي فوق او بري ماكسيلا، وبعدين الماكسيلر بروسيس مع ماكسيلر بروسيس مع الفولترام اداني الابر ليب او الابر جو، المانديبولر مع المانديبولر بروسيس اديني هنا ايه اللور جو. الماسلز تتكون جوه بقى الماسلز بتاع الفيس. بعد ما الفيس شكله اتكون تبتدي الماسلز تطلع، والماسل بتاع الفيس طلع في الامبريولوجي من السكند فارينجال ارش، عشان كده بتاخد نيرف سبلاي من الفيشال ايه نيرف. نيجي بعد كده تبان الفتحات، دول فتحتين بتوع النوز ودي الفتحه بتاع الماوس. كل ده اكسوديرم. اكسوديرم عارف على البحر لما بترسم بتعمل اول هرم من الرمل وتبتدي تفحر فيه عشان تعمل فتحات، اهو هنا عندك النوز هنا الفيس بعد ما يتكون تبان الحته دي والحته دي اسمها بلاكود. تبتدي البلاكود دي تفحر تفحر للداخل عشان تعمل لك النيزل ايه كافيتي، وهنا الحته دي برضو تفحر تفحر للداخل عشان تعمل لي ايه الماوس كافيتي. يبقى البدايه بتاع النيزل كافيتي تبقى اكتودرم لان الجزء ده كله اكتودرم، والبدايه بتاع الماوس كافيتي كله عباره عن ايه اكتودرم برضو. يبقى دي هتفحر على جوه تعمل نيزل كافيتي، ودي هتفحر على جوه تعمل لي الماوس ايه كافيتي. نيجي بعد كده ادي القصه، ادي يا راجل ادي الفرونت نيزل بروسيس، نزل لي النوز والفولترام اللي بيسموها البري ماكسيلا، وهنا وهنا الماكسيلا بروسيس معاهم، عمل هنا ده الابر جو، مانديبولار بروسيس تحته مع بعض عملوا هنا ايه اللور ايه جو. الابر ليب عباره عن ماكسيلا بروسيس اون ذا ايزر سايد مع البري ماكسيلا اهي، واللور ليب عباره عن فيوجن بتاع الاثنين مانديبولار بروسيس. ادي نفس ادي المانديبولار بروسيس اهو عمل لورجور بقى لورجو. انا برضو ادي الفرنتو نيزل بروسيس اهي، وادي فتحتين النوز اهو، وادي الابر جو اهي، ادي الماكسيلر بروسيس. الابر جو مكون من اثنين ماكسيلر بروسيس، ادي واحده اهي والثانيه اهي، وفي الوسط وحته ثانيه بالفرونتو نيزل بروسيس ادي الفولترام دي اللي هي الحته اللي فوق دي اهي اهي. شوف باينه ازاي، دي ماكسيلر بروسيس وده ماكسيلر بروسيس وده الفولترام. اللور جو او اللور ليب عباره عن فيوجن من تو مانديبولار ايه بروسيس. في وسط الفيس ده بقى تبتدي تكون ماسلز اوف ذا فيس اللي طالعه من الايه السكند فارينجال ارش، وطلع من الماسلز بتاع السكند فارينجال ارش، وبتاخد نيرف سبلاي من الفيشال ايه نير.